بجد؟ طب جبتي لي ايه بقى من ريف مصر الاصيل؟ وبعدين ما تخلص بقى، انت مش بتقول لي عادي عندك بتشغل ومش هتعرف تتكلم معايا؟ طب بس قول لي الاول عملت ايه؟ بعت الارض يا دي النيله. بقول لك انا مش طايقك ولا انا عارف اقول لك اي كلام، اقفل وبعدين نتكلم. حاضر يا عبس، مع الف سلامه يا صديق القلب والروح. ولا سلام ولا نيله، وادي الموبايل كمان اهو. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي الست عاطف هنا؟ هنا موجود. نقول لها مين؟ قول لها دقدو. خش انت عم جعفر، خش اخو، الله يكرمك الله يكبر بخاطرك. ازيك يا ست عاطف؟ لا مؤاخذه معلم دقدو، لو ما يعني ان المطرح مش مطرحي كنت قلت لك اتفضل. والله انا جاي اطمن على عبد الله، هو عامل ايه؟ الحمد لله في الحمد لله. اصلك ما تعرفيش ده عبد الله ده في مقام ابني. الله يكبر بخاطرك ويطمن قلبك على اللي عندك يا رب. امين. برضك ربنا قدر ولطف، الواد كان ممكن ياخد له مطوه كده ولا كده ولا غزه كده ولا كده ولا يدقده وتعمله عقبه مستديمه. فحت الشر يا اخويا تف من بقك، الشر بره وبعيد. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. انا بس يا ست عاطف كان في كده حاجه صغيره كنت عايزك فيها، وعارف انك مش هتكسفيني. لا يا اخويا اكسفك، امرني امرني. الامر لله يا ستي. ده انت عارفه ان التوك توك بتاعنا راح. اه. والتوك توك ده رزقنا ورزق عيالنا. والدنيا اليومين دول جايبه مرشدين والناس مش لاقيه تاكل. كل والنبي يا اخويا، اله يا رب افرجها علينا كلنا من واسع قدر يا كريم. امين. طب بص يا اخويا، الكلام هنا مش هينفع، اديني نمرتك ولينا بقى كلام تاني مع بعض، عشان ده بس مكان اكل عيش. هرش هرش، انت قصدك عشان السياح يعني وكده؟ طب يلا اكتبي عندك. هات هات اكتب لك نمرتي. اهي انت بقى اخويا رن علي. ماشي خلاص، على المهم انا هشحن واكلمك. ماشي اخويا، يلا اتكل على الله عشان مكان اكل عيش. اتفضلي. مع السلامه اخويا. في رعايه الله. في رعايه الله. كان عندنا امل في ربنا ان عم صالح يكون عنده دليل براءتك، بس تعيش انت خبطته عربيه. يا داوي يا داوي على حظ الذكر، انا عارفه ان حظ الذكر مش هطلع من المكان ده. يا ده بقى، طب ده كان وقت ما يتخبط فيه العربيه، بس كان يستنى شويه لما يجيب لي الدليل بتاع البراءه. يلا بس يا ودي قاعدة حاجة، أنا جوه السجن زي مرة السجن، جوه ولا فارق ولا مرة فارق. أنا قامل هنا اتصيدت خلاص وبقيت مسيطرة كده. ما أنت عارفة إن احتمال أمسك بعمارة السجن. ما تخافيش يا أم قطاطة، ما تخافيش، أكيد ربنا شايل لك خير إن شاء الله. يا رب. وأنا عن نفسي مش هسكت، أنا عارفة إنك بريئة ومش هسكت على الكلام ده. بكير بكير. ايه يا باشا؟ روح هات لي الست اللي بتتكلم مع عطاطه دي. ليه؟ هي سرقت منك حاجه يا باشا ولا ايه؟ روح يا بكير، هاتها في ايدك وتعالى خلصني. حاضر يا باشا. يلا بقى، شوف نفسك انت يا حبيبتي وخلي بالك من عيالك ومن نفسك. خدي يا حبيبتي السجاير اللي طلبتيها. بس هي بتخلص بسرعه دي. معلش المره الجايه هجيب لك علبه تانيه. بعتيلي شيشه. مزيكا مزيكا يا جابر، عامل ايه؟ كويس؟ جابر نقعد بيغيب لي خدي حاجة جوه. مزروة عايزة مني حاجة؟ كتر خيرك يا بنتي. يلا مع السلامة يا حبيبتي، عزز رجليكي وحواليك يا اختي، خدي بالك من نفسك. ازيك يا فصحي؟ عامل ايه؟ تزرع موبي توبي موبي توبي توبي. ازاي؟ هو كان في حد قاعد هنا؟ كان في حد قاعد هنا؟ وايه علاقة عم صالح بالموضوع ده؟ عم صالح كان شغال عندهم ومش عاجبه حالهم، لحد ما حس بالذنب لأنه شايف الحق بعينيه وساكت مش قادر يتكلم. وعرفتيه منين عم صالح؟ عن طريق المحامي، لأنه قال له في التليفون يوم جلسة ست قطاطة إنه معاه دليل براءتها، بس هو النصيب بقى إنه ما قدرش يقول قبل ما يموت في حادثة العربية. هو مات في حادثة عربية كمان؟ الله، ده يبقى حد كان مراقبه. الله أعلم. اسمعي، أنت معاكي تليفون المحامي ده؟ معايا يا باشا.
دي عبطك يا قطاطة، بقى مستنية الدنيا تضحكلك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيبة ايه؟ ده انت عشت اكتر من ابو دهود. يظهر ان انا لازم انا اسيس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبل المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا قطاطة، الصلبة كير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ماسك العرب مرة نكد. يعني يا اما قطاطي انت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول؟ يا ما قلت لك ما عرفت يا واد. انت مش عارف وشك ده ليه ولا انت عايز خاطر بساعة ما حد بلد يجي يسمع ساعات دلوقتي اما تقولي يا اما قطاطي دلوقتي الناس دي ما تعرفهمش والخناقات منك ارجع تاني سألني الناس السؤال وقولي برضك لما قطاطي الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده ما وجع دماغه خلاص. يعني انا بقى لا لا ايه هو انا لسه فتحت حنكي عشان انا عارف ان انت عارف ان انت هتعرف تسال نفس السؤال. طب خلاص ماشي خلاص ماشي اديك مباراه بوسع. لا ما تدينيش انا مش هدي انا هسالك سؤال. مش ما حطش بدري في مناخيرك. لا انا كده لا واتحرق في مناخيري. لا خلاص يا ام قطاطة انا هسألك سؤال جديد لانج غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي تحكم عليك خالص دول. ماشي 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 هسألك السؤال ده. ماشي بابا هتديني ايه بقى الجزة؟ جني دهب؟ ليه هو انا طريق علامة ام قطاطة ولا ايه؟ بابا انا بخطة حسنت طريق علامة حتى. السؤال بيقول لك ماشي بابا الناس اللي تحكم عليك دول انتوا ما تعرفهمش خالص. انت ايه يا واد؟ وانت جري؟ انت وبعدين انت من عارف انت ما يا نهار ازرق انت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول. يلا يا واطي يلا يا واطي ده مدرك يا عرفادي برضه جاي تاني يا ولادي. يلا ارسل. أول ما كلمتني يا أختي أم إسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسألنيش وصلت البيت إزاي. وأنا هسألك. دخلت لقيته اسم الله على حبة عين أمه، اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وإيديه مزرقة. قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطة. يا بنتي طب أنتوا ما عملتلوش كشف تبري من بصونان؟ لا بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا جريوا على المستشفى قالوا لهم هاتوهولنا كمان 3-4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماشي بقى اللي ودي ما عملتيش حاجه بقى لما هم اعتدوا عليها؟ اعتدوا على مين؟ اعتدوا عليها هي؟ هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك؟ ماشي بقى وبعدين؟ اتاريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. ماشي ابني بقى الموكوس ماجوة. مش يديهم التوك توك ويخلع؟ ما عمل 100 راجل في بعض هجم عليهم ماجوة. مسكوه تكتروا عليه قطعوه بهدلوه وزرقوا له جسمه. بداوي وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بداوي وحبل هو حصل عمل وعمل اعتذر عليها. مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمه، النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت.
مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطلة مسكوها في التوك توك؟ عطلة مين؟ يا بولية اللي عطلة مين؟ عطلة مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقولك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي ححبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحرمي مني؟ اه ليه قاعدة قدامنا محمود المليجر انت الكاتب يا معرونة؟ واحنا هنضربك نضربك ونسرقك. طب يا مرة خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرطك. بس انت انت سيدي يا نار ايه ده؟ ده انت خنيقة يا نار يا نار انت الكلب. افوقت عليك وعبطني لجرتك يا ريتهم كانوا سيبوا عليك الحنفية بنت الكلب. قطاطة انت قاعدة نفس يا بنت قطاطة، انت بتكلمي مين؟ بتزعقي مين؟ في ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قاعدة هنا من شوية ومشيتي؟ لا انا لسه جاية دلوقتي. يعني انا ما ضربتكيش بالسمسم؟ لا. الله البنت عواطف بقى. مالها؟ عواطف عواطف لغتي بقى مش سايباني في حالي كده بقى وعمالة فرحة في مكاني وتنقل فيا. عملت ايه بس؟ انا مش فاهمة. مش عارفة بقى هي كانت قاعدة ولا مش قاعدة؟ بإيه اللي خربت ولا إيه؟ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. ما هي مكبسة على المراوح، مخاطب واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له إيه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ لبي هو بصي. شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. لا حد سلام يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف ايه. يلا بينا. الناس انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديده للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيروريت. مصر وقعت من براسن الابلسه. صحيح، كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا أهو. مساء الفل يا كباتن. ما إيه ما تنطلوش ولا إيه؟ أنت لابس كده ليه؟ تمويه عشان الإنجليز. لا شوف قال كده قال لك تمويه عشان الإنجليز. برافو برافو. عرفوه دوره إيه؟ قداش تدور؟ هو دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ يلا يا عم. بعدين. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشة خراطة دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقل ده ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر عشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني ايه؟ انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. اه البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمالك بعدين يعني. مصر؟ لا مصر. مصر! انت بتوقف بجنون ولا حاجة؟ مصر! خلاص مصر مصر ملاكة ولا أجرة؟ يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ وده إيه؟ أنت عطفة حنطور وأنت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل. وانت قلع القميص. نعم؟ قلع القميص؟ قال ايه يا جدعان؟ قال اول اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال انت فاكرني ايه؟ مزة ولا ايه؟ حلوة كلمة مزة دي. هتكون كلمة سر الليلة. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل ايه يا عم ده مجموعة القنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء تروح شارل السلك ده. وانا شارل القنابل. ايوه
تقوم القنابل المنفجرة وتقضي على المجموعة الفاسدة. لا والنبي، وانت هتكون فين؟ أنا مع الثوار. والثوار؟ وأنا هكون فين؟ هتبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك؟ أيوة طبعاً هو ده دوري. تصدق بقى أنا كان عندي آخد دور اللي بيقلع أحسن. ليه بتسميها كده؟ أنت بطل بتقدم رسالة. لا أنا مش عايز الرسالة دي، أنا في غنى عن الرسالة دي. أنا مش عايزها، أنا مش عايز أموت شيء، مش عايز أموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ أنت خاين ولا إيه؟ لا يا عم خاين إيه؟ خاين إيه؟ لا ده أنا بنتحن وطنياتكم يعني، بشوف إن أنا لما مش هنفنجر نفسي ده يعني بلعب معاكم كده يعني، إنما أنا وطني، أنا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام والابن كمان. فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي عسل. احتشم. يعني احتشم؟ انا هوزع المنشورات وانتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان اخرس وانا. ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها افجر واقابلك على طول. انا بان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يا الله مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد ان شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد. والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا ايه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا يا ريس. يا نهار اسود.